دايما صباح جديد، صباح سعيد. المهم ان احنا نصحى بدري، والمهم ان احنا نحاول نظبط يومنا بعد رمضان، عشان دي يعني انا بحس انها عمليه انتحاريه ان الواحد يحاول يظبط يومه بعد رمضان. دي كارثه. انا يعني بكلم دينا امبارح بقول لها مش عارفه احنا هنصحى بدري ازاي، متعودين كلنا من رمضان بنصلي الفجر وبننام، وساعات بنقعد لبعد الشروق، فالواحد صعب جدا ان هو يظبط يومه. فظبطوا يومكم على قد ما تقدروا، عشان فعلا سبحان الله الصبح بيكون فيه كده بركه، والواحد بيحس انه في انجاز في يومه. لكن اللي بيقوم بعد الظهر، وكلنا عشنا المرحله دي، بتبقى مرحله صعبه، والواحد بيحس ان هو مش بينجز اي حاجه. احنا عايزين نكلمكم النهارده على موضوع كلنا بنعاني منه، بس كل واحد فينا ممكن يحط حد لهذا الموضوع. هو موضوع عدم احترام الخصوصية، ان الواحد بيشوف انه حتى كمان مواقع التواصل الاجتماعي بقت تسمح لأي حد في الدنيا انه يخترق حياتك، يخش في تفاصيل دنيتك، يعلق على صورة انت منزلها. انا كمان بستغرب شوية من الناس اللي خصوصا على السوشيال ميديا وتحديدا على الفيسبوك، يقول لك مثلا انا اشعر بالجوع، انا قاعد في المطعم الفلاني، انا اشعر بالسعادة، انا قاعد مش عارفة فيه. وناس بينزلوا كل تفاصيل حياتهم، بيصوروا بيوتهم وتفاصيلهم الخاصة، بيصوروا كل الحاجات اللي تتعلق بيومهم، وبعدين في الاخر يقول لك هي فين الخصوصية، ما هي الناس مش عارفة ايه. انا حد من الناس بشوف ان ده اختراق للخصوصية. خلي بالك كويس جدا ان انت بتكشف ستر بيتك، بتكشف ستر حياتك، استتروا كويس جدا، ما تدوش فرصة للناس انها تخش في تفاصيل حياتكم. وفي نفس الوقت اللي بيدخل يعلق او يكتب تعليق، خليك عارف ان الكلمة ممكن تجرح، الكلمة ممكن تضايق، فبالتالي ركز جدا جدا في الموضوع ده. وعادي على فكره ان انت ما يكونش عندك فيسبوك او تويتر او غيره. انا انت عارفه يعني في بعض الاوقات يا دينا الناس تتهمني ازاي انت ما عندكيش فيسبوك، انت ده قديم. انا قافله الفيسبوك بتاعي من 3 سنين احسن وافضل، ومش حاسه ان في حاجه اريح بالا. طبعا عايزه اقول لكم انه يمكن شويه خلي عندنا نوع من انواع القلق طول الوقت والارق، انك تدخل بقت مهموم، مش بس بهمومك، هموم ناس كتير جدا حواليك، وطول الوقت مراقب، وطول الوقت في اقتحام فعلا زي ما انت قلتي اسراء في البدايه، تدخل في الخصوصيه غير عادي. انا شايفه ان ممكن يكون في ناس زي ما انت قلتي فعلا هي اللي بتعمل ده. وانا طول الوقت دايما اقول ايه، انتوا اللي بتفتحوا الباب لاي حد انه يدخل حياتكم. الواحد بايده ان هو يقفل الباب على نفسه، ومحدش يعرف اي حاجه غير بارادته. لكن اللي حاطط وبيشير طول الوقت صور لحياته، وحتى الأكلة اللي بياكلها، حتى الخروجة اللي بيخرجها، طول الوقت التفاصيل ده والمتابعة والموبايل اللي ما بيسابش على ايدينا، يبقى احنا اعتقد ان احنا نبقى مسؤولين مسؤولية تامة عن اي حاجة بتحصل لنا، او اي حد بيسألنا اي اسئلة او يتدخل فيما لا يعنيه، لانه انت اللي فتحت الباب لده. لكن اعتقد ان طول الوقت لما بنعمل حدود لنفسنا بيبقى شيء لطيف جدا، وغير غير انه انت مش عامل ارق طول الوقت ومتابعه بقى دايما، وخلينا حاجه تاخد من وقتنا بشكل كبير. ويمكن انا شايفه ان صفه الفضوليه بقت صفه عامه، او صفه يعني واخده يعني جانب كبير جدا من حياتنا الفتره الاخيره، او يمكن الاجيال الجديده بقى موضوع صفه الفضوليه ده شيء اساسي، شيء ان انت عادي جدا لما حد مثلا يشتغل يقول لك اشتغلت؟ طب بتقبض كام بقى؟ يعني اتجوزتي؟ طب اتجوزتوا ازاي؟ يعني في مشكله؟ ايه المشكله؟ عن ايه؟ اتطلقتوا؟ طب ليه؟ طب امتى هتتجوز؟ امتى هتخلفوا تاني؟ طول الوقت في اسئله وتساؤلات كثيره جدا، اقتحامات غير عاديه، وكان عادي جدا ان احنا نقتحم حياه بعض وان احنا نسال بعض. ما يمكن السؤال ده ممكن يجرح اللي قدامي، ما يمكن السؤال دوت يعني هيأذي اللي قدامي، مش حابب يعرفولي. رسولنا الكريم كان طول الوقت يقول لك في، حتى وانت داخل على حد او رايح لحد، نستأذن قبل ما تدخلوا البيوت على اهلها. موضوع ان انا ما لقيتش حد بيرد علي ارجع تاني البيت، مش هقعد ارن بقى وكميه مزد واقعد اقول له انا خبطت عليك وطلعت لك وما حدش طب انتوا فين؟ انا شايفكم جوه. الاقتحامات الغير عاديه دي اعتقد خلت يعني ممكن يكون كمان عند ربنا مش راضي بيها، ممكن يدينا جانب من الذنوب. انا اعتقد ذلك، يعني ان انت تتدخل في شيء لا يعنيك، ودايما يقول لك مقوله شهيره كده، من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. حضرتك لو حد رد عليك باي رد مش لطيف او ما عجبش حضرتك، ما تتضايقش، لانه دي خصوصيه. ده يا جماعه في مساحه كده لكل واحد، مفروض ان هو تكون لنفسه ولكون لحياته. ما ينفعش طول الوقت مدين لنفسنا الحريه في ان انا اعرف ده بيشتغل فين وفين بالظبط وبيعمل ايه وبيقبض كام وراح لفين، وطول الوقت ده مقتحم حياه اللي حواليه. ولا ايه رايك؟
صح جدا 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 يا دينا. وانا بشوف ان انا اللي قادر احط حدود. ولما انا جيت اتكلمت على الموضوع اتكلمت من ناحية الستر، بستغرب من الناس اللي بتكشف ستر حياتها. الستر ده حاجه مهمه جدا، حاجه راقيه ان انت تبقى انسان رب العالمين سترك، ربنا يسترنا دنيا واخره. ولكن انا بتكلم على التفاصيل اللي بتتحكى اللي ما ينفعش تتحكي. بشوف ناس ربنا يحفظ بيوتنا جميعا بتطلق على السوشيال ميديا، ناس بتشتم بعض على السوشيال ميديا، ناس بتجرح بعض على السوشيال ميديا. وفي الاخر نقول الخصوصيه، انتوا اللي فتحتوا المجال للدخول. انا مش هتكلم على فكره مين بيتدخل ومين بيخترق الخصوصيه، انا اللي اقدر احط حد للانسان اللي قدامي وخليه ليه حدود لا يتعداها، ان انا ما اكشفش ابدا ستر حياتي. اكون اجتماعي، اكون لذيذ، اكون كل حاجه، بس انا شايفه ان الاجتماعيه مش بان انا انزل على السوشيال ميديا، بالعكس انا بدي فرصه للناس الفضوليه تشوف شكلي بقى عامل ازاي، تشوف ولادي. ايه ما بتخافوش من الحسد؟ ده يا جماعه الحسد مذكور في القران. يعني ايه استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يعني وفي فرق ما بين ان انت تتحدث عن نعمه رب العالمين، وفي فرق ما بين ان انت تتباهى بيها لدرجه ان النعمه دي تروح من ايدك. وخصوصا ان في ناس كتير للاسف بتتعدى فكره كمان الخصوصيه وبتتمنى زوال النعمه من الناس التانيه، مش انه يبقى دايما في لسانها ما شاء الله اللهم بارك ربنا يزيدك، لا مفيش الكلام ده. عارفه كمان يا سراء ده عمل عندنا حته عدم الرضا. ان طول الوقت بقينا مش راضيين بحياتنا، لان احنا بقينا بنشوف حياه غيرنا طول الوقت، حياه غيرنا بقت متاحه كده على العموم. يعني انا شايف النعم كتيره موجوده عند اللي غيري ومش موجوده عندي، فطبيعي بتخلي عندي صفه عدم الرضا. ليه انا مش عندي اللي عنده؟ واقعد بقى طول الوقت ارهق نفسي ان انا اوصل باللي عنده. طب ما انا الحمد لله كنت راضي باللي عندي جدا ومكتفي بيه، بس احنا خلينا كمان عندنا صفه جديده تجينا بان احنا نبقى مش راضيين بحياتنا ونقعد نبص لغيرنا. كان في صوره عجبتني قوي لسه يمكن شايفاها امبارح على الفيسبوك، واحد حاطط صوره لشوكليت وكافيه كده، وبعدين عامل غمامه كده على نص الصوره الثاني، هي نفس الترابيزه اللي حاطط عليها الشوكليت، بقيه الترابيزه حاطط عليها ادويه. فهميني؟ يعني هياخد الأدوية بتاعه الضغط معرفش ولا السكر، بس بيوريك ان انت بتشوف الجزء من حياتي بس مش موريك بقيه الحياه. ممكن يكون ده بياخد ادويه وبيتعالج وعنده امراض، انت شفت الجزء بس الحلو. فارجوكم ما تحكموش على حد من الصور اللي موجوده على النت، وما نحاولش احنا كمان نظهر ده ونخلي اللي حوالينا يقتحموا حياتنا بايدينا. لا، وعارفه يعني اخيرا في جانب سلبي احنا بنحسه طاقه سلبيه. يعني انا شفت واحده بتقعد تقول لك سيبي البيبي يخبط في البيت، سيبيه يكسر، سيبيه يرزع، مش عارف ايه. قلت يمكن دي التربيه الحديثه واحنا غلطانين، ان الواحد بيعلم ولاده الادب والاتيكيت والذوق. يا حبيبي العب، خد راحتك، ده بيتك، لكن في نفس الوقت مش لازم تشخبط على الحيطه، مش لازم تكسر، مش لازم تبهدل الدنيا. دورت وراها قبل ما اعمل لها بلوك واتضايق ان انا بشوفها اصلا، لانها بتحسسني ان انا ام غير ناجحه، يعني ان انا بكبت بنوتي. لقيتها ان هي عندها واحده بتساعدها في البيت. طب انت منين بتنصحي الناس وتقولي سيبي وسيبي وسيبي والطفل ومش عارف ايه، وتحسسي الامهات ان هم مقصرات، وانت عندك بدل الواحده اتنين بيساعدوكي. فبالتالي الصوره اللي بتظهر على السوشيال ميديا دي صوره غير حقيقيه، بتخليكوا تحسوا فعلا عدم الرضا، وبالاضافه ان انتوا بتسمحوا للناس تتدخل في حياتكم وانتوا بتخشوا غصبا عنكم في حياه الاخرين. النهارده بما ان احنا عودناكم دايما بنتكلم مع حضراتكم في حاجات مفيده وهادفه، احنا بنتكلم على يوم حلو جدا، يوم مميز جدا لحاجه حلوه جدا جدا عندنا في كل انحاء مصر، مش بس على فكره في القاهره، في كل محافظه هتلاقوا متحف. متحف حلو قوي. وبما ان احنا تبع قناه مصر الزراعيه وتابعين لوزاره الزراعه، عندنا متاحف راقية جدا جدا، وأحلاهم وأحبهم لقلبي أنا شخصيا المتحف الزراعي اللي جنبنا في الدقي ده. أنا نفسي كل الأمهات يجيبوا ولادهم المتحف ده، والله أنا مش بعمل له دعاية، بس هو فعلا فعلا حاجة حلوة الواحد يستحق إن هو يزورها ويتمتع بيها. ده في قسم كده على فكرة، هو كان فيه تجديدات رهيبة ودلوقتي بقى على أعلى مستوى، أكتر مكان كمان في تماثيل، في تجسيد للحياة الريفية من زمان لدلوقتي، في تفاصيل كتير، في كلام عن محمد علي وغيره وغيره. زوروا المتاحف، اتمتعوا بالمتاحف، وإحنا مع حضراتكم النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للمتاحف، واللي طبعا خرجت الفكرة الخاصة باليوم العالمي للمتاحف عام 1977، والكلام ده كان في موسكو، كانوا عايزين يخصصوا يوم عالمي للمتاحف، بيحتفلوا بيه طبعا بالمتاحف اللي موجودة على مستوى العالم، وكمان بيدوا فرصة للعاملين في هذا المجال أو هذا القطاع للتجديد والترويج عن أنفسهم، وإن هم يبرزوا شغلهم بالصورة اللي تستحق إن هم يزوروها للناس.
ده حقيقي. النهارده يوم مميز جدا، وزي النهارده 18 مايو تم يعني الاجتماع من مجلس المتاحف على انه هيكون اليوم العالمي للمتاحف. ليه؟ لانه المتحف مش مجرد رمز لل او انه مكان لحفظ الكنوز والاثار وكل ما يحويه التاريخ، لكن هو مكان علمي مليان او بيشهد على تاريخنا وحضارتنا وعراقتنا. فهذا اليوم مهم جدا لينا، ولازم طول الوقت ان احنا يبقى عندنا يعني معرفه تاريخيه عن هذا اليوم. طبعا اللي كان بدايه من 1977 قرر المجلس العلمي والعالمي للمتاحف ICOM بانه يقرر ان اليوم دوت يكون اليوم العام للمتاحف. لكن طبعا الموضوع تطور الى انه وصل لحد 1992 تم تفعيله للمرة الأولى في 1992، والحقيقة أطلقوا شعار مهم جدا هو المتاحف والبيئة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه طول الوقت المتاحف ليها علاقة بحياتنا وبالبيئة وكمان تاريخنا وعراقتنا. مش هنلاقي زي ما قالت إسراء مش بس حاجة ليها علاقة بالتاريخ، إنما كمان حتى الزراعة. يعني متحف الزراعة فعلا متحف مهم جدا ان احنا لازم فعلا نروحه، لانه هتلاقوا عندنا جميع جوانب الحياه موجوده في المتاحف. هتبص على ملابسهم، هتبص على حياتهم تفاصيلها، كل ده مش مجرد حاجات تاريخيه كده وحاجات ممكن نكون الناس ما تجذبهمش. بالعكس، هتلاقوا طول الوقت احنا شغوفين نعرف ولو نبذة بسيطة جدا عن التاريخ بتاعنا وعن السياحة. والحقيقة كمان طول الوقت بيطلعوا يعني شعارات مهمة جدا لليوم العالمي للمتاحف. بعد ما طلعوا طبعا شعار المتاحف والبيئة، العام اللي بعده قالوا هيكون المتاحف والسياحة. والحقيقة كمان ده شعار مهم جدا، لان طول الوقت عارفين ان السياحة يعني العملة الصعبة، يعني الدولار، يعني المتاحف هي شيء اساسي جدا، ومصر الحقيقة بتملك من ده الكثير والكثير. وبعدها كان في شعار كمان مهم جدا، وهو المتاحف وسائل للتغيير الاجتماعي والتنمية. وكمان لما وصلنا لعام 2011، مع طبعا هذا العام تطور الموضوع بشكل كبير جدا، وبعد الإعلان عن الشراكة الخاصة بالمنظمات الدولية والإقليمية اتضح ان في مشاركات كتير جدا في هذا المجال. وطبعا هذه المشاركات بتشارك المجلس العالمي للمتاحف في السعي للحفاظ على التراث، ومنها طبعا منظمة اليونسكو. وكان شعار تلك الاحتفالية المتحف والذاكرة. وطبعا كان في برضو شعار تاني معروضات تحكي قصتنا، وتمسكا بالهدف الأصلي لليوم العالمي للمتاحف، وهو المشاركة المجتمعية طبعا اللي بتحرص عليها دول العالم المختلفة، على عدم التركيز فقط على الشعار انه يكون بس مجرد عنوان للاحتفالية، ولكن بالعكس في اعداد لأنشطة مختلفة بتشجع الجمهور ان هم يعملوا عودة مرة اخرى لزيارة المتاحف بشكل اوسع وبشكل اكبر. وطبعا مع اختلاف الفئات العمرية، فطبعا بقى في ابتكار او اعداد للرحلات الخاصة بالطلاب، وفتح ابواب المتاحف بالمجان في هذا اليوم، وكمان افتتاح معارض فنية في المتاحف المختلفة. ده شيء يخلينا فعلا نشجع الطلبة، وان احنا نخلي الاطفال يكون عندهم نهم وشغف كده ان هم يروحوا المتاحف المختلفة. السنة اللي فاتت كمان رصد موقع المجلس العالمي للمتاحف مشاركة 35,000 متحف من 145 دولة على مستوى العالم في الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، وده طبعا كان 2016. والمتاحف والتاريخ المتنازع عليه، ده كان عنوان مهم جدا لهذه الاحتفالية. مرة تانية حلو ان احنا نشجع الطلبة، الرحلات المدرسية، الأنشطة، الزيارات حتى مع العائلات بمختلف الأنواع. أنا من الناس اللي بتميل مثلا للتراث الفرعوني، أحب أروح المتاحف الفرعونية، نشوف مثلا عندنا متاحف مختلفة في كل مكان زي ما قلت لحضراتكم على مستوى أنحاء الجمهورية، متحف خاص بالزراعة، متحف مثلا بالمرصد الفلكي للحلوان، في التلسكوب كان عامل ازاي، كان شكله من زمان عامل ازاي، انبهرت لما رحت. عندنا متاحف كتير حتى في الأقصر وأسوان، اسكندرية وغيره. عودوا أولادكم انه يبقى في نبذة كده
عن المتحف قبل ما تروحوا، نديلهم الهيستوري او التاريخ بتاعه، ثقفوا انفسكم، شجعوا تاريخ بلدكم، لان ده التاريخ. احنا بنحاكي تراثنا وفي نفس الوقت بنحافظ عليه. احنا معانا فيديو حلو جدا هنشوفه ونشوف تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع في الفيديو اللي جاي. قد ايه كان المصريين القدماء عظماء، قد ايه كان علمهم قوي، معرفتهم بلا حدود، وذكائهم خطير جدا. كل اللي عملوه ده والتاريخ طفل بيحبي. ام حطب المهندس المصري العظيم، الوزير وكبير الكهنة واللي أصبح إله للطب بعد كده، هو اللي صمم وبنى المجموعة الجنائزية دي من 4700 سنة فاتوا، 2700 قبل الميلاد، عشان يكون أول وأقدم بناء معماري حجري في التاريخ. بعد توقف دام 6 سنوات بدأ العمل مرة تانية على ترميم هرم زوسر ليعود لهيئته المهيبة، ويتم افتتاحه في 5 مارس 2020. أطعم الخبز لمن لا حقل له، واترك وراءك أثراً طيباً يبقى أبد الدهر. الأثر اللي سابه لنا المصريين من 4400 سنة وهنشوفه دلوقتي هو مقبرة وحدي اللي اتحفرت جوه الجبل 300 سنة بعد هرم زوسر. والاكتشاف وإعداد المقبرة اللي هتشوفوها دلوقتي كان في ديسمبر 2018. إحساس لا يوصف لما تدخل المقبرة وتشوف دقة النقوش والألوان. 65 تمثال منحوت في الجبل. إحنا شايفين إن المقبرة دي مقبرة عائلية. إحنا بنتكلم على عمق 10 متر تقريباً، بنتكلم على 3 متر عرض، بنتكلم على مناظر من الحياة اليومية، من أجمل ما يكون. ما يميز المقابر عن غيرها بدقة تفاصيل مناظر الحياة اليومية. منطقة كوم الشؤاف من أهم المناطق الأثرية في الإسكندرية. I'm very excited to show you this place today because unlike so many decades past, we used to go inside and smell the humidity and see a lot of water, and there was even a part of the tomb that was completely inaccessible. In 2017, a very ambitious project started to do a complete pump out of the waters from here and drying up this place. 2 years, they finally managed to completely lower the water level that was completely affecting and endangering this catacomb. And this project was inaugurated in 2019. معبد اليهودي في اسكندرية بناه المصريين في القرن الـ14. مصر رممت هذا المكان وتم افتتاحه في 2020. أستاذة ماجدة هارون، أول مرة تدخلي معبد الياهو هامبي في اسكندرية بعد ترميمه؟ لا، أنا كنت هنا في الافتتاح. إحساسك كان إيه؟ إحساسي كان بصراحة كنت بعيط من الفرحة، بدأت بتهتم بيا. الدورة دي فيها حجارة أنا ملاحظ مختلفة عن بقية المعبد. دي أنقاض المعبد القديم، وهما بيرمموا اكتشفوا يعني الفتحة دي ما كانتش موجودة. أكرم أباك وأمك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي ما يملكه جارك، لا تنطق باسم الإله الرب باطلا. وطبعا رجعنا مره تانية بعد ما شفنا الفيديو الحلو ده. ببقى مبسوطه وسعيده وفخوره بكل نجومنا اللي بيشاركوا في اي عمل ايا كانوا، بيتطوعوا عشان يتكلموا عن تراث بلدهم، لانه النجم او الممثل لما بيتكلم على حاجه تخص بلده دي بتبقى دعايه هايله جدا جدا، وبتبقى اسرع انها توصل لقلب الناس، لانه نجم زي خالد النبوي محبوب جدا ونجم عالمي وصل كمان للعالميه. لما يطلع يتكلم عن تراث مصر فهتلاقي كل العالم بيتابع بشغف واهتمام اكتر.
زي ما عودناكم دايما بنطمن طبعا على حاله الجو. الجو حلو وسبحان الله في اليومين الثلاثه اللي فاتوا ده بالليل الواحد كان بيحس بسقعه، فكان منتعش جدا وحاسين ان الجو حلو. تعالوا نشوف اخبار الجو ايه، وهل الانتعاش ده هيستمر الايام اللي جايه؟ الكلام ده واكتر منه هنعرفه من دكتور علي قطب خبير الارصاد الجويه. دكتور علي اهلا بيك وكل سنه وحضرتك طيب. دكتور علي معانا؟ هنحاول طيب نتكلم. كنت حاسه بالانتعاش ده؟ جدا لا كمان دكتور علي معانا دايما. في موجات بتحصل كده وارتفاع وانخفاض في درجات الحراره. طبعا التقرير اللي فات الحقيقه كان تقرير مميز جدا، لانه احنا كمان يسراء بصدد افتتاح العديد من المفاتيح المهمه جدا. فعايزه اقول لك انه النهارده احنا افتتحنا متحف الحضاره وشفنا طبعا نقل المومياوات، كان قد ايه احتفاليه هايله جدا اشاد بيها العالم كله ومش بس الوطن العربي. كمان عندنا متحف الكبير واللي ان شاء الله يعني موجود في الرمايه وجنب الاهرامات، ففي مكان مميز جدا كمان، وهيكون ليه يعني النهارده اثر كبير جدا في جذب السياحه. عندنا متحف العاصمه ان شاء الله، ففي النهارده طفرة هائلة جدا طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وكمان القيادة السياسية الواعية اللي طول الوقت بتهتم بإرثنا وتراثنا. والحقيقة يمكن لا أنسى أبدا مشهد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو واقف كده وبيستقبل المومياوات وكأنه يعني بيدينا رسالة مهمة جدا، وهو أنه ملك فعلا بيسلم، يعني ملوك سلموا لملك فعلا حقيقي ملك ورئيسنا كلنا هو الأب الروحي لينا سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فكان المشهد حقيقي ليه أثر كبير جدا في نفوسنا كلنا وفي نفوس العالم، وهيظل ماضينا لغاية النهاردة ومستقبلنا كله النهارده ليه اثر كبير جدا علينا، وهيفضل طول الوقت يعني بينعكس علينا. من ليس له ماضي ليس له حاضر، خلينا متفقين على هذه المقوله المهمه جدا. ماضينا والحقيقه تراثنا هو سبب كبير جدا في حضارتنا وفي مستقبلنا اللي جاي كمان، يعني ارثنا هو اللي سبب في اقتصادنا وارتفاعه، وان يبقى النهارده عندنا استثمارات كبيره جدا بسبب هذه المتاحف اللي هتشهد ان شاء الله يعني طفره هائله جدا على مستوى السياحه. وخلينا نحافظ كمان بقى على هذا الارث، يعني بتوجع قوي لما الاقي مثلا ناس نازله في نزهه بسيطه جدا فسحه جنب اسدين قصر النيل وقاعدين بيحفروا قلبين حلوين قوي. يعني انت ما لقيتش مكان في العالم كله عشان غير انك تحفر على اثر زي ده، اثر النهارده يعني على شجره. انت عارف كم اجنبي النهارده هيمشي جنب الاثر ده وهيقول يعني دي علامه من علامات ومميزه جدا لدولتنا. فانت بتاثر مش بس على مجتمعك، انما كمان النهارده ان انت ما تخليش فيه اي سياحه او النهارده يبقى فيه صوره سيئه لينا. فارجوكم حافظوا على التراث ده زي ما دولتنا بتهتم بيه، وزي ما دولتنا النهارده يعني بتحافظ عليه وبتحاول ان هي تضخ كتير جدا من الاموال عشان تفتتح هذه المتاحف وتحافظ على ارثنا. لازم احنا كمان نراعي ده بوعينا ونعرف اجيالنا والاجيال اللي جايه واللي طالعه ان شاء الله تاريخها. والحلو كمان انكم تستغلوا السوشيال ميديا في الدعايه، الدعايه الغير مدفوعه الاجر. كل ما واحد يعدي جنب متحف يعدي جنب اثر، لما بنزل ميدان التحرير وبشوف المشهد الرهيب الجميل المنمق الراقي، انا من الناس اللي كنت بتحيز جدا جدا لاسكندريه وبحب اسكندريه وكل ملامحها وتفاصيلها و دلوقتي بقيت احب القاهره اكتر وشغوفه اكتر اني ازور واعدي في كل الاماكن، وخصوصا لما بشوف المشهد ربنا يحفظنا ويحفظ مصر في 2011. شوفوا كده، هاتوا صور ميدان التحرير في 2011 كان عامل ازاي، وشارع مصطفى محمود ولا محمد محمود، ويعني الواحد بصراحه ايه ده، يعني شايف الفرق. شوفوا الجمال، شوفوا الاضاءه، شوفوا الشجر، شوفوا التفاصيل الجميله اللي بقت موجوده في ميدان التحرير. لما تصوروا وتبرزوا هذه الصوره الجميله مش بس كمان من الناحيه السياحيه، من الناحيه الامنيه، ان احنا تعبنا وعندنا رئيس بيخاف على بلده كويس جدا واشتغل على ملف الارهاب وخلى البلد امن وامان، هتعملوا سياحه، هتعملوا ترويج، هتشجعوا الناس انها تيجي وتعرف ان مصر امنه ومستقره. فبالتالي احنا نحمد ربنا كويس جدا على النعمه اللي احنا بقينا فيها دلوقتي، ونعرف قيمه اللي احنا وصلنا له ونحافظ عليه.
كل مشهد او كل مكان جميل، حافظوا على جماله، حافظوا على نظافته، عشان بتضايق جدا ان الناس ممكن اخرجوا وتفسحوا بس بلاش نلقي القمامه، بلاش نشخبط، بلاش نحفر. الجمال الحلو اللي احنا وصلنا له ده طوروه واعملوا دعايه ليه على السوشيال ميديا. من الحاجات الجميله كمان اللي لفتت نظري وحسيت انه في ناس كده وفئات معينه واحنا منهم، احنا ملناش اجازات ودايما في المناسبات في عز ما الناس بتبقى في بيوتها ومرتاحة ومستقرين، في فئات معينة كده بتلاقيهم دايما متواجدين عشان الناس ترتاح وعشان الناس تستمتع بأجازتها. ومن أهم هذه الفئات وزارة الداخلية بكل فئاتها طبعا، وخصوصا الشرطة النسائية كانت منتشرة بشكل كبير جدا في العيد عشان تحسس السيدات كمان بالأمن والأمان، وكان في جهود مختلفة على مختلف أنحاء الجمهورية. تعالوا نشوف تفاصيل أكتر عن جهود وزارة الداخلية خلال الأسبوع اللي فات عشان الناس تتمتع بأجازة هادئة مطمئنة ومستقرة. كل ده في التقرير اللي جاي، تعالوا نشوف مع بعض. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 486 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 18 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل عمد ومخدرات ومقاومة سلطات وسلاح وسرقة بالإكراه، وضبط معهم 296 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 582 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1053 قطعة سلاح ناري، أبرزها 145 بندقية و80 بندقية آلية و50 مسدسا و778 فرد محل الصنع، وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 1141 طلقة متنوعة و95 خزينة، إضافة ل 1259 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع، وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 464,322 حكما قضائيا، من بينها 1969 حكم جناية و168,473 حكم حبس و229,250 حكم غرامة و64,630 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 6 تشكيلات عصابية ضموا 20 متهماً قاموا بارتكاب 51 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 50 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد، وضبط مرتكبوها بإجمالي 66 متهماً، كما تم إعادة 19 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1520 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1663 متهماً وبحوزتهم قرابة 221 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 242 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 64.5 كيلوغرام، إضافة إلى ما يزيد على 21 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 34,465 قرص مخدر. طبعا كلنا شايفين الجهود اللي قامت بيها وزارة الداخلية، وتحية خاصة جدا لكل طبعا العاملين في هذا القطاع، قاموا بمجهودات كبيرة جدا. يعني أبطال حقيقية، وفعلا طول الوقت احنا قامين مطمئنين بسببهم، وتحية كبيرة جدا ليهم. ويعني كمان مش قادرة أنسى العمل المهم قوي اللي يعني غير كتير جدا في وعي المصريين، وهو الاختيار 2، واللي كان بيركز على جهود أيضا ضباط الشرطة. فقد إيه فعلا يعني دور وزارة الداخلية دور مهم جدا في حياتنا، سواء كان في التأمين على حياتنا، سواء كان في مكافحة أي جرائم أو أي يعني قضايا مهمة جدا بتحصل داخليا. فيعني تحية كبيرة جدا ليكم، وهنفضل طول الوقت بنكني ليكم كل الاحترام والفخر بانه عندنا فعلا رجاله بجد مش موجوده في اي حد في اي حته وفي اي مكان. والقران الكريم حتى قال عن جنودنا هم خير جنود الارض، فهنفضل طول الوقت فعلا يعني بنحترمكم، وعايزين فعلا ولادنا بقى يكبروا عارفين بقيمه هؤلاء الافراد وهؤلاء الابطال اللي بيقوموا بدور كبير جدا وبيضحوا باولادهم، وما زالوا على استعداد انه يضحوا باولاد اخرين حتى لو من نفس الاسره ومن نفس الافراد ومن نفس المواطنين. فيعني الواحد مش عارف يتكلم مهما اتكلم عن تضحياتهم، اسراء بتبقى تضحيات عظيمه وكبيره جدا. لا، واللي اتبسطت منه كمان تقريبا ده المسلسل الوحيد اللي انا كنت بتابعه في رمضان، واتبسطت جدا انه في اختيار 3. يعني انا نفسي يبقى فيه ان شاء الله الاختيار 1000، ونجيب الشخصيات القديمه بتاع زمان بتاعت حرب اكتوبر وحرب الاستنزاف. في قصص كتير او في عمالقه، يعني في ناس وقاده يعني حتى من الشهداء لازم نسلط عليهم الضوء. وفي انا عارفه طبعا انه سواء في الاختيار 1 او 2 لو في متسع هنقدر على قد ما نقدر طبعا هنتكلم عن ناس كتير جدا جدا، حتى عن كل جندي وعن كل صف وعن كل ضابط وعن كل قائد. وعارفه ان الماتيريال او الماده اللي كانت متقدمه في اختيار 2 لو عليهم كانوا يقدموا اكتر من كده، لان في ناس كتير جدا جدا تستحق ان احنا نتكلم عنهم. فاكيد وجود بقى اختيار 3 وان شاء الله يكملوا. احنا محتاجين نعرف وفي حاجات. وبعدين انا بحب اعرف اللي عارفه اللي بيحصل بقى. أيوه. وازاي بيأملوا وازاي الكواليس دي، والواحد بيبقى حاسس كده باثاره ازاي ان الناس دي بتبقى بتقعد قاعده. ده كمان مع وجود بعض التحفظات للدواعي الامنيه، يعني هم كل الماده اللي كانت متقدمه دي كمان كان في تحفظ انه في بعض المعلومات ما تطلعش. فانا بحيي يعني كل العاملين سواء في القطاع الشرطي او في قواتنا المسلحه، لان طبعا هم يستحقوا مننا كل التقدير وكل الاحترام، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بفضلهم احنا عايشين بامان.